السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أرحب بكم بالكورس الثاني من الفيزيكال فارماسي. أحب أثني على جهودكم بالكورس الأول وأقول لكم أبطال، لأن أنتم فعلا أبطال. واجهتوا هواي صعوبات، هواي تحديات، قريتوا وتعبتوا وجاوبتوا رغم صعوبة أسئلة الكليات، مع ذلك بيضتوا وجهنا وفرحتوني كلش كلش بكم، درجاتكم وبأجوبتكم، وأنا دائما وكلش كلش فخورة بكم، وإن شاء الله أشوف منكم هذا المستوى نفسه وأحسن وأحسن بالكورس الثاني، لأن هذا الكورس وزاري ويحتاج إلى قراية يوم بيومها. إذا بالكورس الأول قريته بليلة الامتحان، قريته قبل الامتحان بيومين ثلاثة، بالكورس الثاني لا، هنا صار الموضوع جد، عندنا وزاري، عندنا مادة لازم نضبطها. أول شيء مادة ضخمة، ثانيا الأسئلة اللي راح تجيكم 110 MCQ سوالكم إياها، كانت 105 سووها 110، تحتاجون أنه تضبطون المادة بالحرف الواحد حتى يكون عندكم سرعة بالجواب، ما تحتاجون انه تقرون السؤال اكثر من مره وتصفنون بيه، لانه فعليا عندكم كل سؤال كل نقطه MCQ دقيقه واحده حتى تجاوبون عليها. مع ذلك المشترك ويانا بالكورس ويفتهم الشرح ويتابع ويانا اول باول ويحل الكوزات اللي ادزها ويا كل محاضره، ويحل الكوزات اللي اسويها انا كل شابتر وكل شابترين، واسئله ميد وفاينل راح يضبط ويانا الفيزيكال فارماسي وتكون سهله عليه ان شاء الله. بالكورس الأول من الفيزيكال فارماسي أخذنا chapter states of matter، chapter thermodynamic، chapter non electrolyte والإلكترولايت والأيونيك إكوليبريا ومحلول بفر and isotonic solutions. هذا كان السيلبس مالت الكورس الأول، وأخذنا بهاي المواضيع، وأنا نوهت لكم بالكورس الأول على بعض المواضيع والنقاط اللي راح تفيدنا بالكورس الثاني، وقلت لكم ركزوا عليها، ها راح نرجع لها بعدين. الكورس الثاني حتى نوخر الرهبة مالته والخوف مالت الوزاري والمادة شنو بيها وهاي، راح أشوفكم السيلباس مالتكم اللي هو منزلين من الوزارة. السيلباس يعني المنهج مالت الكورس هذا هو كالآتي: المصدر مالتكم اسم مصدر مارتنز للفيزيكال فارماسي، اللي مشترك وياه جيت أنا دازته من المصدر، وهم راح أرجع أدزلكم إياه مرة ثانية. هذا مصدر مارتنز، شنو هي المواضيع اللي احنا ماخذين من عندها او اللي راح ندرسها؟ راح ندرس على السوليبلتي، الكولويد، انترفيشال فينومينا، ريولوجي، واخيرا الكيميكال كاينتكس اند ستابيليتي. السوليبلتي يعني مرينا عليها بالكورس الاول، ذكرنا بعض المواد، هاي الماده الذوب او مذوب، بولر ونون بولر، واخذنا الانتراكشن فورسز، يعني هيك اخذنا فد لمحات عن السوليبلتي. هاي اللمحات كلها راح نجي نربط النقاط بهذا التشابتر. فالسوليبلتي والاندستريبيوشن فينومينا اللي هي الذوبانيه وظاهره التوزيع او الانتشار، شلون هاي الماده تجي تنتشر بالماده الثانيه، تتوزع بيها، شلون ترتبط بيها، شلون اليه الذوبان، هذا كله راح نجي ناخذه بالتفصيل. التشابتر الثاني يحكي عن الكولويدز. الكولويدز راح تترجموها بالعربي غروانيات. الكولويدز يعني هي انواع المحاليل، مثلا احنا عندنا شوفتكم انا بوقتها صور من الجوجل وربطت لكم اياها بالشرح، شوفتكم على المصدر. الكولويدز بيها يعني او يسموها ديسبيرجنز، الديسبيرجنز بيها انواع، كأنه ماخذين سسبنشن، وقلت لكم اكو ايمولشن اللي هو اويل ان ووتر او ووتر ان اويل، كان اكو نوع سوليوشن صافي كلير، والسسبنشن كانت بجزيئات معلقه، الايموشن كان بووتر واويل وجايين خابطيهن، وهكذا اكو سيرب، اكو اليكزير، وهكذا. هاي هي انواع الكولويدز، وتختلف حسب تصنيفاتها، حسب حجم الجزيئه، حسب حجم البارتيكل ماس سوليوت الموجوده في هذا السوليوشن. الانترفيشال فينومينا بشكل عام هي شلون تجي مادتين تلتصق خلال سطح مالتها، من اسمها انترفيشال، يعني من ماده تلتصق بماده اخرى عن طريق السطح مالتها، يصير بيناتهم ادسوربشن. ادسوربشن مو مثل ابسوربشن، ابسوربشن بحرف البي هذا امتصاص، الادسوربشن هو الالتصاق، شلون هاي الماده تجي تلزق بهاي الماده ويشتغلون سويه، او مثلا شلون دا يصير للدواء ادسوربشن في داخل الجسم، هم من التفاصيل راح نجي نعرفها لما ندخل بهذا الشابتر. شابتر الريولوجي هذا يحكي على كثافة المادة، على الفلوبلتي مالتها، فلوبلتي يعني المادة شلون تتدفق، ثخينة، خفيفة، تدفقها سريع، بطيء، وهكذا. واخر شابتر اللي هو الكيميكال كاينتكس،
انا قلت لكم دائما من الكورس الاول دائما اقول لكم يابا اكو فرق بين الكاينتيك والدايناميك، اثنيناتهم حركي، بس هذا يهتم الى مسببات الحركة، هذا ما يهتم الى مسببات الحركة. فالكاينتكس راح ناخذ بها مينا عدة مواضيع نشرح بيها حركية الدواء وحركية المواد اثناء السيربلتي مالتها والستيبلتي الى اخره. هسه عرفنا شنو المطلوب من عندنا بهذا الكورس، عرفنا المواضيع، عرفنا الشابترات، ها هي هسه عرفنا الكورس ايش بيه ما بيه. هذا الكورس الشابترات كل شابتر مقسم لكم اياه بالمنظمة الكبيرة الى لكتشرات. اذا لاحظتوا كل كم ورقة 3 أو 4 ورقات خاتم لكم موضوع بلكتشر. فانا الشرح مالتنا ايش راح يكون؟ راح يكون على اساس اللكتشرات اللي هم مقسميها بالمصدر او المنظمة اللي نازلة موحدة. هاي اللكتشرات صح هي 3 إلى 4 صفحات بس راح نلزمها نفسخها تفصيخ بحيث الكل يفتهم ونشرحها كلمة كلمة بحيث من المحاضرة هو فهم وهو حفظ، ماشي؟ كل لكتشر راح اشرحها حسب نص ساعة، ساعة، 3/4 ساعة، مو اكثر من ساعة، على مود شنو؟ نضبط اللكتشر زين ونحفظه. وبكل لكتشر انا مخليت لكم بالاخير كويز، اتمنى من عندكم تقرون المحاضرة وتحفظوها وبيدكم ورقة وقلم، تعوفون الانستا، تعوفون التيك توك، تطفون الاشعارات نهائيا، التليفون بعدوه عنكم بالدراسة رجاء لانه هذا من اكبر الملحيات، حتى لو تخلوه بغير غرفة وركزوا تفكيركم وتركيزكم كليته على المحاضرة. هي المحاضرة ساعة، ساعة تحفظ بيها وتفتهم وتعرف الأسئلة وفوقها عندك كويز ومحاضرة ملونة وصور وتأشيرات، يعني كله فول الفول. فبهاي الساعة ضبط نفسك أو في الإشعارات أو في الإنستا أو في التيك توك وركز كل تفكيرك واهتمامك ويا المحاضرة. فالشابتر الأول عندنا بيه 9 لكتشرات، همينا كل لكتشر راح نشرحها بمحاضرة. هسه عرفنا كل الامور المتعلقه باللكتشر بالسيلبس مالتنا وعرفنا شنو بي ما بي. اخر شيء راح اقول لكم يا بهاي ترى هي المنظمه الوزاريه الموحده اللي نزلت، اكيد كلكم شفتوها، اجتمعوا بها عده دكاتره من مختلف الجامعات وسووها، فيعني هاي لا محاله هي المنظمه المعتمده. احنا بالشرح هذا ما راح اشرح لكم على هذا البي دي اف لانه ابيض واسود شوي يعني ممل ومدى يطواهس، فاني نسخ لصق سويت لهذا الملف، جيت سويته باوربوينت مرتب صور والوان وهذا تشوفون قدامكم بعد حركات بركات تعريف خليته بلون، الشيء المهم خليته بلون الماده هي نفسها، مجرد انا قسمت لكم اياها بهذا الشكل المرتب. زين هسه نبدي بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، كل شيء يحل بالتوكل على الله. نبدي اول لكتشر بالفيزيكال فارماسي اللي يخص الصليبوتي. الصليبوتي او الذوبانيه defined as quantitative term و defined as qualitative way. احنا عندنا او راح نعرف الذوبانيه يعني من ناحيتين، من جهتين، من نظره وجه quantitative ونظره وجه qualitative. شنو quantitative شنو qualitative؟ الquantitative من اسمها كميه، اكو فتشي كمي، يعني لما يقول لك عرف لي الذوبانيه كميا يعني اعطيني رقم، اعطيني فتشي اقيسه، اريد رقم. فكوانتيتي كميه او رقم، مثلا مو شرط السوليبلتي، اي شيء نعرفه من ناحيه الكوانتيتيف معناها طول، وزن، حجم، كثافه، تركيز، اي شيء بيه رقم وينقاس معناه هذا كوانتيتيف. الكواليتيتيف اللي هو النوعيه لا، هنا أنا يقول لك شوفني تطبيق نظري، اريد في التفسير تفسير نظري، اشوف قبالي، ما اهتم بالارقام، شوفني قبال عيني ايش تسوي او شنو هذا التعريف من ناحيه ابا وعلى بحيث اقتنع به. اذا راح نجي السولبوتي لها تعريفين يعني. زين هذا شلون يجي بالامتحان؟ ما راح يقول لك عرف لي، لا يقول لك مثلا يكتب لك التعريف ويقول لك هل هذا التعريف من ناحيه كواليتيتيف كوانتيتيف او خيارات اخرى. فانت لازم حافظ التعريف وحافظ هو يا نوع تابع له. تعريف الكوانتيتيف يقول لك the concentration of solute in a saturated solution at a certain temperature. اذا هو تركيز، شوف تركيز، التركيز الى رقم، كذا مولالي، كذا مولاري، كذا ويت بير ويت الى رقم. هو ذا كونسنتريشن اوف سوليوت، تركيز الماده المذابه في محلول مشبع في درجه حراره معينه. درجه الحراره هنا بالسوربوتي كلش مهمه وراح نجي نشوف عليها تطبيق عملي، والتطبيق هنا مطلوب من عندكم.
الساتشوريتد سوليوشن مو اول مره يمر عليكم مع محلول مشبع. المحلول المشبع هو المحلول اللي بجزيئات كافيه من السوليوت بحيث معبي كل الفراغات الموجوده بين جزيئات السولفنت، والمحلول بعد ما يقدر يذوب اكثر من هاي الكميه، فشو نسميه؟ نسميه محلول مشبع. الكواليتيتيف واي يقول لك هي ذا سبونتينوس انتراكشن اوف تو اور مور substances to form a homogeneous molecular dispersion. شنو يعني spontaneous؟ تلقائي. interaction اكو في التفاعل او تجاذب تلقائي ما بين مادتين او اكثر حتى يكون لي homogeneous molecular dispersion. شنو معنى homogeneous؟ معناه متجانس. متجانس شنو معناه؟ متجانس يعني صاير كليته عبارة عن one phase، شكل واحد، قطعة واحدة، لا اكو فتشي فاصل يفصل طبقة فوق وطبقة جوا، ولا محبب ولا مفصص ولا بي نقاط ولا بي شوائب، لا كلية يكون one phase. فهذا شي يسموه homogeneous. فبالتالي المادة الذوب إذا أو مادة أعرف إنه هاي ذابت إذا كونت homogeneous molecular dispersion. فمثلا هنا أنا عندي solvent، هذا بالأزرق solvent، وجيت حطيت وياه solute، افرضوا هذا فص ملح جاي أذوب بمي. solvent جي ذوبت بصوليوت، شطاني انطاني سوليوشن. شوف السوليوشن اللي يطلع عنه شلون هوموجينوس، مرتب متناسق، ما بي شوائب، ما بي نقاط، ما بي اشياء فاصله طبقه فوق طبقه جوه. هذا هو معنى الهوموجينوس. الرسوم بالمحاضرات مو تحفظوها، يعني يقول لك تعال ارسم لي هذا الرسم، لا، ممكن انه يجيب لك فد رسم صغير ممكن ويقول لك هذا الرسم شنو عنوانه او ما هذا الرسم ما شنو، ويعطيك اختيارات. فانت مثلا تقول له اي يابا هذا الرسم عنوانه كذا. هنا بشابتر يعني حالي بهاي الليكتشر ما عندنا رسم حفظ، كليته راح يكون رسم توضيحي. فهاي الصورة انا جبت لكم اياها من جوجل للتوضيح حتى توضح لكم فكرة الهوموجينوس سوليوشن. هنا جزيئات السولفنت اللي هو الووتر مثلا H2O اكو بيناته فراغات. ليش اكو بيناته فراغات؟ لان هو عباره عن ليكويد، الليكويد اكيد تكون المسافات البينيه بين المولكيول اكبر مما هي بين السوليد، صح لو لا؟ زين الماده لما تجي تذوب شلون تذوب؟ هي مثلا هنا جيت عندي هنا NaCl فص ملح جيت اذوبه، شو يسوي هذا الملح؟ يتفكك الى اجزاء صغيره صغيره، والمي نفس الحاله يبتعد وينفصل عن بعضه، تجي جزيئات الملح تدخل بالفراغات الموجودة بين جزيئات الـ H2O تتداخل بيناتها وتكون أواصر جديدة أو روابط جديدة بين جزيئة الـ H2O وجزيئة الـ NaCl. بالتالي صارت عملية الصليبوتي ونقول على هاي المادة ذابت. لما الـ NaCl يملي كل الفراغات بين الـ H2O هنا سميناه Saturated Solution. نفس الحال باقي المواد، مو شرط NaCl ويا المي، لا، هذا مثال بسيط. كل الأمثلة اللي راح نشرحها تعتمد على نفس المبدأ بالسوليبولتي. Then solutions and solubility. أهمنا لما سوينا solutions في solute ذا بsolvent هذا راح تكون لي solutions أنواع. أنواع solutions حسب السوليبولتي مالتهن هن ثلاثة. أولا عندنا saturated solution، ثانيا unsaturated أو sub saturated solution، وعندنا النوع الثالث super saturated solution. Saturated solution يقول لك solution is one in which the solute in solution is an equilibrium. هاي كلمة equilibrium فت كلمة مهمة. Is an equilibrium with the solid phase. الكون جزيئات الصالد الصوليوت في حالة اتزان مع حالة الصوليد فيز. لما نوصل المحلول إلى حالة الاتزان ما بين السولفنت والسوليوت إيش راح يصير؟ راح يصير المحلول ساتوريتد مشبع، معناها إنه تركيز كل جزيئات السوليوت دخلت بين جزيئات السولفنت، وحدة دخلت باللخ وصار فراغ يعني قبطتها هي، فالمحلول صار ساتوريتد. صار بالمحلول صار بإكوليبريوم فسميناه ساتوريتد. النوع الثاني اللي هو unsaturated غير مشبع أو subsaturated تحت المشبع. sub saturated تحت المشبع يعني بعدنا شوية يتشبع، أو الـ unsaturated اللي هو لا غير مشبع، غير مشبع على النص على الربع حسب. هذا الـ unsaturated solution is one containing the dissolved solute in a concentration below that necessary for complete saturation at a definite temperature. إذن هنا هذا solution unsaturated راح يكون تركيز الصوليوت بأقل
بلو من المطلوب او اللي نحتاجه حتى يوصل الى مرحلة الاشباع التام، الى مرحلة الكومبليت ساتوريشن. هذا الحكي وين؟ ات ديفينيت تمبرتشر، في درجة حرارة معينة. وهسه راح نجي نشوف التجربة انه راح نشتغل على درجات حرارة مختلفة، كل درجة حرارة تعطيني درجة من الصوليبولتي معينة. السوبر ساتوريتد سوليوشن هذا فوق المشبع، سوبر ساتوريتد فوق المشبع، سوبر ساتوريتد فوق المشبع، هاي حتى تحفظوها، سوبر فوق المشبع. السب ساتوريتد او ان ساتوريتد ذني بها او خفيفه، ان ساتوريتد سب ساتوريتد بلو او 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 unsaturated subsaturated below concentration ما تكون below necessarily for complete saturation. saturated سهل equilibrium، saturated يعني اتزان. اما super saturated هذا فوق المشبع، هذا فوق المشبع شنو بي؟ is one that contains more of the dissolved solute than it would normally contain at a definite temperature. يعني هو عكس ال unsaturated solution where the undisclosed solute present، معناها اكو في جزء معين كمية معينة من الصولوت مذابت، بقت مترسبة، بقت متكتلة بالمحلول مذابت، هذا شنو هو؟ السوبر ساتوريتد. هذا الرسم يوضح لكم السولوبيلتي مال اي ماده معينه، الصولوت لما نجي نذوبه في سولفنت معين راح يعطينا سوليوشن. اما هنا يوضح لكم بالرسم شنو هو الفرق بين انواع السوليوشنز. الانساتوريتد شبي مور سوليوت ديسولفز، يعني بعد اكو يقدر يتحمل بعد جزيئات سوليوت تنضاف له ويقدر يذوبها بعد بمجال. شوف حتى لو انا مسوي لكم اياه بالفاتح. الساتوريتد سوليوشن لا، no more solute dissolves. شوفوا لما جينا حطينا هاي الصوليوت هذا نذوبها ما قدر يذوبها، ليش؟ يقول لك يابا انا ساتوريتد، اني لهنا انا حدي بعد ما احتاج اكثر من هذا، فسميناه ساتوريتد سوليوشن. السوبر ساتوريتد شي يكون؟ يكون بي بعد كميات اكثر من الصوليوت، كميات فوق اللي هو يحتاجها، فوق اللي هو يتحملها، فش راح يكون؟ become unstable. become unstable يبدي يصير غير مستقر، ليش؟ لأن هو بي جزيئات صوليوت أكبر من اللي هو يتحملها، فشنو هو؟ يبقى حاير دايخ، هاي جزيئات الصوليوت الزايدة وأنا وديها آني، فيبقى في حالة unstable، حالة غير مستقرة. هذا الشيء يسموه أو شنو يسوي؟ يسوي crystals form. crystal form يبدي يسوي كريستالات مترسبة ومتكتلة بالصوليوشن وبعدها مذايبة. هذا المثال او هذا الحكي راح احكي لكم اياه كلية، انا راح احكي على الرسم يكون اسهل واوضح من الحكي هذا يعني المسطر، لان هو ما راح يقول لك تعال اشرح لي تعال اكتب لي، هو ام سي كيو، انت اذا فهمت الفكره راح تجاوب على ام سي كيو. بس هنا هاي الفقره رايكم تنتبهوا لها. some salts بعض الاملاح، مثلا الصوديوم ثايوسلفيت. الصوديوم ثايوسلفيت الصيغه الكيميائيه مالته Na2S2O3. خاف بالوزاري يلعب عليك ويجيب لك الصيغه الكيميائيه مالته، ممكن اكو هيك طلعات منه ومنه، فيا ترى هذا المركب الكيميائي مالته، يعني خلي ببالك صوديوم Na2 ثايوسلفيت S2O3. هذا الملح شنو بي؟ يقول لك can be dissolved in large amounts at an elevated temperature and upon cooling fail to crystallize from the solution. يعني شو يصير بي؟ يصير super saturated. بعض أنواع الأملاح مثل هذا الصوديوم ثايوسلفيت ممكن نذوبه بكميات كبيرة بالمادة مالته المذيبة اللي هو غالبا water لأن هو ملح، فبالتالي راح يذوب بكميات كبيرة في درجات الحرارة المرتفعة. وين؟ at elevated temperature. elevated temperature. فبالتالي احنا لما نجي نذوب كمية كبيرة من الملح نذوبها بالحرارة الباردة، لو بالحرارة العالية، لو حرارة متوسطة، لو الحرارة ما لها علاقة، لا هنا ننتبه نقول انه اذا نريد نذوب كمية كبيرة من المادة نحتاج الى درجة حرارة عالية. زين ايش راح يصير بيه لما يبرد؟ upon to cooling fail to crystallize، يعني حيبدا يرجع يكون كريستالات هنا شو ما بهذا الرسم، يرجع يسوي كريستالات ويترسب، فبالتالي هذا المحلول راح يكون super saturated.
هنا بالتجربة دائما يقول لك هذا الحكي 25 بال 25 سيليزي بال 25 سيليزي. ال 25 درجة سيليزية هي نفسها الروم تمبرتشر، أو هي الروم تمبرتشر هي 25 درجة سيليزية، هذا ستاندر. فخاف بالوزاري هم يعني يجي يحكي لك بالسؤال ويكتب لك روم تمبرتشر ويكمل. فالروم تمبرتشر ترى هي نفسها 25 درجة سيليزية حتى تكونون بالصورة. زين، هذا الرسم جبنا 100 غرام من الشكر، عد شكر 100 غرام جيت ودرته بيكر بمي. هاي ال 100 غرام من الشكر لما جينا شبيناها بهذا البيكر نشوف انه هاي ال 100 غرام من الشكر 95 غرام من عندها ترسب و5 غرام من عندها ذاب. زين، هاي 5 غرام شلون ذابت؟ اثناء ما جينا شبينا الملح هنا اثناء عملية نزول الملح من فوق اللي جوا بعض الجزيئات قدرت تذوب بالمي، قدرت تذوب فوق مقدارها 5 غرام. المهم الكمية العظمى والكبيرة من الشكر بقت مترسبة بقى هذا الرصاصي، هاي كمية كبيرة بقت مترسبة من عنده 95 غرام. هاي 95 غرام او هاي العملية وندي نحكي عليها او وسويناها بال 25 درجة سيليزية بالروم تمبرتشر، هاي حالته شنية؟ still dissolving، بعد دا يذوب، يعني شوية يحتاج لوقت، ممكن يحتاج نخوطه حتى يذوب. زين، هاي حالة شي يسموها unsaturated solution. ليش unsaturated؟ لانه هو بعد بيه مجال يقدر يتحمل انه نذوب بيه مواد اكثر. زين، ورا فترة صار بي دايناميك إكوليبريام، وصل إلى حالة اتزان. أما هو واحدة ذاب شوية طيناه خطناه بالخاشوقة بالسباتشولا بجلاس رود وتبر، وصل إلى حالة دايناميك إكوليبريام، حالة اتزان ما بين جزيئات الصوليوت والسولفنت. زين، هسه إيش صار؟ اللي صار إنه 91 غرام من هذا الشكر ذابت. شوفوا 91 غرام كمية كبيرة، 91 غرام ذابت بالمي، راحت بعد ما بينت. إيش بقى لنا؟ بقت لنا 9 غرام من هذا الشكر معاندة مذوب. هاي إيش بيها؟ معاندة مذوب. فهاي المعاندة يحتاجها تشجيع. يلا مور انرجي مور انرجي مور فوت وورك. فهاي الانرجي اللي نحتاج نطهيها شنية؟ نطهيها على شكل حرارة. هذا تعرفوا المثلث مال حرارة أو مثلث الاحتراق. هنا يعني هذا المثلث بهاي التجربة هو عبارة عن حرارة بسيطة. زين، لما المحلول 91 غرام من الشكر ذاب بي وبقت لنا 9، يعني هو قال لك لهنا أنا وكافي، أنا مش قادر. هذا نسميه محلول مشبع saturated solution. زين، هاي 9 غرام أقدر أجبرها بعد الذوب حتى 100 غرام كلها تذوب؟ إي أقدر. شلون؟ أرفع درجة الحرارة. الحرارة جدا عامل مهم بالسوليبولتي. زين، قول رفعنا الحرارة من 25 درجة سيليزية صعدناها إلى 50 درجة سيليزية، أما شوية خلينا على النار، أما خلينا بووتر باث. صعدت الحرارة ل 50 سيليزي، نشوف إنه كل هاي ال 100 غرام من الشكر أو الملح كل تذابت. ماشي، كل هاي ال 100 غرام ذابت. شوفوا لا أكو رواسب، لا أكو طبقة فاصلة، لا نقاط طايفة من هنا ومن هنا، كل شيء ماكو. هاي كل تشبيهة all dissolved، كل الجزيئات ذابت. هاي الحالة شو نسميها؟ super saturated. ليش super saturated؟ لأنه هو تحمل فوق طاقته. super saturated فوق طاقته، لأنه إحنا جبرناه هاي التسعة غرام اللي ما قبلت الذوب، جينا ذوبناها بالخصب، صعدنا الحرارة عليها. زين، من صعدنا الحرارة عليها، هل معقول أنه مثلاً هذا المحلول أو هذا الدول اللي صنعناه بالخمسين سيليزي راح يبقى طول عمره هو يفتر بالمخزن وبالسيارات وبالصيدلية وبالمذخر راح يبقى بالخمسين سيليزي؟ لا، أكيد راح يرجع إلى حالة الروم تيمبرتشر اللي هي تقريباً 25 درجة سيليزية. هذا لما يبرد، ليش يبرد؟ لأنه هو رجع انتقل من الخمسين سيليزي رجع إلى حالة الخمسة وعشرين سيليزي. إيش صار به؟ كولينج، برد. لما البرد صار به رجع إلى حالة الساتوريتد، رجع إلى حالة الأولية الساتوريتد لما كان إيش به؟ لما كانت 91 غرام ذايبة وتسعة غرام مذايبة. يعني هو يقول لك يابا أنا طاقتي هنا ذوبت 91 غرام، ها هي بعد أنا مش قادر أكثر، فهاي قدرته اللي هنا. هاي الحالة أم ال saturated أو مثلا المحلول لما هو بارد ويصير بيه ترسيب precipitate forms، صار بيه ترسيب، هاي المادة ترسبت. هاي المادة أو هاي الظاهرة شوين شو وقت نشوفها؟ وين؟ مرات لما نشتري شراب اللي هي أغلبها شرابات قحة مثلا، نشتري شراب ونستعمله مثلا يبقى من عنده ربع نص، شو نسوي؟ نحطه بالثلاجة خمان ذبة. لما نحطه بالثلاجة نرجع له ورا فترة نريد نستخدمه،
من نفتح قبغ الشيشة نسمع صوت عبالك الزجاج ده يتكسر، فتشي ده ينطحن. لما نفتح القبغ ونبوعه من جوه نشوف انه اكو بيه كريستالات مال شكر متركزه بيه، يعني كانه ما شكر جايبيه من الشكر هذا اللي نضيفه للشاي، نشوفه جاي مترسب على القبغ مالت الشراب. هاي الحاله شو نسميها؟ نقول عليه الشراب يشكر. يشكر يشكر يعني جزيئات الشكر كانت ذايبه بالمحلول مالتنا، بس لما بردت صار بيها بريسيبيتيشن، صار بيها ترسيب ورجعت لنا اكو جزيئات مذابه. هاي الجزيئات اللي هي المشكره او اللي تجمعت بالقبغ هي هاي 9 غرام اللي ما قبلت الذوب. فبالتالي السيرب او الشراب ما تلقاها مثلا هو عباره عن محلول سوبر ساتشوريتد، لانه احنا رفعنا درجه الحراره عليه بالتصنيع حتى نذوب كل الشكر وكل المكونات، بس لما حطيناه بالثلاجه قللنا الحراره عليه برد، لا هنا رجع على حالته الساتشوريتد وبدا يفصل يسوي بريسيبيتيتس وبدا يعني يكون جزيئات شكر طالعه. هسه هذا الحكي اللي حكيته كليته على الرسم هو كليته للفهم، حتى نوضح لكم فكره الانساتشوريتد والساتشوريتد والسوبر ساتشوريتد سوليوشنز. هذا الحكي اللي حكيته كليته هو كاتب لكم اياه هنا، بس يعني مجرد قراءه بسيطه وها هي، لان هذا المهم انه انتم فهمتوا الفكره على الرسم، بعدها هي يعني ما يحتاج تدرخون هذا الحكي مره ثانيه. بس قلت لكم انه انتبهوا على الصوديوم ثايوسلفيت، هو عباره عن مثال الى هيك محلول يصير بسوبر ساتوريشن لما ترتفع الحراره مالته، ولما نبرده مره ثانيه راح يرجع يصير بكريستلايز. زين هسه من خلال شرحنا قبل شوية عرفنا انه الحرارة تأثر بشكل كبير على الصويبوتي. لما رفعنا الحرارة الصويبوتي مالت المادة زادت، هو المحلول كان ساتوريشن كان ساتوريتد مشبع، بس لما صعدنا الحرارة عليه لا شوية طولنا خلقه، قامت المادة تذوب بيه اكثر بعد. فلما رفعنا الحرارة ارتفعت وياها الصويبوتي. الحرارة دائما مرتبطة بالبرجر، اول ما تشوفون حراره اكو لازم البرجر يحط نفسه بالنص، فالتمبرتشر والبرجر ذني اثنيناتهم مرتبطات. من احد العوامل اللي تاثر على الصويبوتي اول شيء التمبرتشر اوف ذا سوليوشن، التمبرتشر ربطوا وياها البرجر، برجر ابوف ذا سوليوشن، الضغط المسلط على السوليوشن، كل ما صعد الضغط كل ما صعد الصويبوتي، كل ما صعدنا الحرارة كل ما صعدنا الصوليبوتي. هسه الحرارة والصوليبوتي حكينا عليها قبل شوية، زين البرجر ابوف ذا سوليوشن شلون؟ هذا البرجر ابوف ذا سوليوشن ما يذكركم بمثال الايروسول اللي اخذناه بالكورس الاول؟ الايروسول اللي هو البخاخ، لما قلنا الضغط داخل الشمبر مال البخاخ ضغط عالي وذوبنا المادة بالغاز، بس لما فكينا الضغط لما ندسنا الدقمة وصار اكو هواء دخل لي جوا والضغط قل، فبالتالي المادة قلت ذوبانيتها وطلعت اللي برا على شكل رذاذ او سبراي. هنا على نفس المبدأ، فأول نقطة التمبرتشر تأثر على الصوليبوتي، ثانيا البرجر يأثر على الصوليبوتي، ثالثا البرجر يبدي بحرف بي والبي اتش يبدي بحرف بي، هاي حتى تنسوها بالتسلسل. ال pH of the solution، ال pH of the solution شلون يأثر؟ تذكرون بالكورس الأول من قلت لكم أنه ال pH حامض القواعد والأملاح، وقلنا الحامض وين يذوب والقاعد وين يذوب، وإذا عندنا ملح حامض وملح قاعدي، وهذا الحكي كله حكيناه. فهذا ال pH مالت السوليوشن يأثر على الذوبانية، لأنه مثلا إذا كان الفرق بال pH يعني فرق كبير أكيد المادة ما راح تذوب راح تترسب، أما إذا كان ال pH متقارب أو متساوي فالمحلول مالتنا أو السوليوشن مالتنا راح يكون ذائب. إحنا بنشيل نصنع أدوية بالكورس الأول دائما شنو نختار المادة اللي ال pH مالتها قريب على ال pH مالت الأنسجة مالت الجسم حتى يصير الروتيشن حتى المادة تذوب، فبالتالي ال pH يأثر على عملية الذوبان. ف pH solution راح يأثر على الصوليبوتي مالتنا. معش عندنا ال physical and chemical properties of the solute and the solvent، الخصائص الفيزيائية والكيميائية مالت الصوليوت والسولفنت سوية. فبالتالي شنو مثلا خصائص فيزيائية وكيميائية؟ مثلا هاي المادة بولر ونون بولر، هاي المادة فولاتايل ونون فولاتايل، اي فرق بالفيزيكال والكيميكال بروبرتيز سوليوت والسولفنت راح ياثرنا على عمليه الذوبانيه، فبالتالي السولفنت والسوليوت لازم تكون خصائصها الفيزيائيه والكيميائيه متطابقه او على الاقل متقاربه حتى واحد يذوب الاخر وتحصل عمليه الذوبانيه.
واخر نقطه اللي هي state of subdivision of the solute. شنو يعني subdivision؟ subdivision معناها تقسيم او تجزيء، معناها تقسيم او تجزيء. تقسيم او تجزيء مثلا هنا أنا لما نجي نذوب مثلا ملح او شكر ما راح نجي يعني نخليه على شكل فص كبير ونجي نذوبه، لا، كل ما كان الصوليوت مقسم ومجزئ الى جزيئات اصغر كل ما كان ذوبانيته احسن، لانه لما نجي نذوب فص ملح مو مثل ما نذوب مثلا طحين ملح. بس مثلا مرات بالوصفات يقول لك خلي طحين شكر، يعني شكر وطحنه، ليش؟ حتى ذوبانيته تكون احسن حتى لا يفصص، ماشي؟ فبالتالي المادة اللي هي subdivisions مالتها تكون يعني أقل وأصغر راح يأثرنا على الصلبوت تكون أحسن. فأي مادة لما تجي تذوب مثلا إذا هي المادة عبارة عن فص كبير شو راح أسوي؟ راح أسوي لها subdivision، راح أسوي لها subdivision. نجي نجزئها، راح تجي تتجزأ إلى جزيئتين أصغر، النواذن الصغار هم نفس الحالة تقسم إلى جزيئات أصغر بعد إلى أن توصل إلى مرحلة، توصل إلى الحالة الذرية. مثلا إذا هو هنا عندنا هذا ملح NaCl يجي يتجزأ إلى ذرة صوديوم وذرة كلور ويجي يتداخل بين جزيئات H2O فرضا ويذوب. زين، هسه هاي الصوليبولتي عرفنا أنواع المحاليل مالتها وعرفنا شنو الفكرة العامة والصوليبولتي وعرفنا الفاكتورز اللي تأثر عليها. زين، هاي الصوليبولتي هل ممكن انه اقيسها، يعني اقيسها كمقياس برقم؟ اي ممكن، لانه احد تعريف الصوليبولتي كان تعريف على الكوانتيتيف تيرم. زين، الصوليبولتي اكسبرشن نقدر نعبر عنها بالارقام بالطرق الاتية، عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هي طريقة solubility of a drug can be expressed in terms of molarity, normality, molality, mole fraction وأخيرا percentage بأنواعها الثلاثة weight per weight, weight per volume والvolume per volume. هاي التراكيز انتو كلها اخذتوها بالكورس الاول. هاي التراكيز ممكن نقدر نعبر بها عن solubility مالت المادة، يعني مثلا كذا غرام او كذا غرام ذا في كذا لتر، هذا تركيز مولاري. كذا equivalent weight ذا في كذا لتر، هذا نورمالي، وهكذا. النوع الثاني من solubility expression اللي هو حسب United States Pharmacopoeia اللي هو دستور الأدوية الأمريكي. دستور الأدوية الأمريكي قل لك يا بلا احنا ما راح نستخدم التراكيز، احنا عندنا طريقة أخرى نعبر بها عن الذوبانية. يا بشنية؟ يقول لك احنا راح نلزم 1 غرام من الصوليوت، 1 غرام من الصولوت، ونشوفه إيش كم غرام أو إيش كم مول من السولفنت يحتاج حتى يذوبه. يحتاج 5 مول، يحتاج 30 مول، يحتاج 1000 مول. إحنا عندنا ستندر 1 غرام من الصولوت. تعال يا بقى يا صولوت إيش كم مول تحتاج حتى تذوب، ونجي نجرب عليه مواد. زين، فمثلا هنا أنا منطيكم مثال، طبعا الأمثلة للحفظ، الأمثلة للحفظ. ممكن جدا يقول لك what is an example of United States Pharmacopoeia solubility ويجي يسطر لك مواد. ممكن، او يقول لك البوريك اسيد، 1 غرام من البوريك اسيد يذوب مثلا في 4 مل من الجلسرين. هذا الحكي احتمالا عليه تصنيف، تقول لي يابا احتمالا على USP اللي هو United States Pharmacopoeia. زين، هنا انا شافوا انه 1 غرام من البوريك اسيد، 1 غرام من البوريك اسيد، يعني جو اخذوا بارت واحد من عنده، جزء واحد، جو جربوا ذوبانيته بالمي وجربوا ذوبانيته بالجلسرين، شافوا انه هذا 1 غرام من البوريك اسيد يحتاج الى 18 مل من المي حتى يذوب، 18 مل من المي حتى يذوب، واحتاج الى 4 مل من الجلسرين حتى يذوب بالجلسرين. زين، هسه خاف ابو الوزاري يحتال عليك ويقول لك يا هو اللي ذوبانيته احسن، البوريك اسيد يذوب احسن بالجليسرين لو بالووتر. هنا انت راح تباوع، تقول الجليسرين 4 مل، احتاجت بس 4 مل من الجليسرين حتى اذوب 1 غرام من البوريك اسيد، بينما المي لا، احتاجت الى 18 مل يلا ذاب البوريك اسيد. فبالتالي ذوبانيه البوريك اسيد بالجليسرين احسن من ذوبانيته بالووتر. هو مو معناه يذوب بالووتر، يذوب والامور طيبه، ذاب بيه،
بس بالجليسرين ذوبانيته بعد اكثر واحسن. ليش؟ لانه احتاجيت كميه قليله من الجليسرين حتى اذوبه، يعني العلاقه عكسيه ما بين كميه السولفنت اللي احتاجيتها وما بين الصوليبوتي. اذا كانت كميه السولفنت قليله وذوبت لي الماده بعد احسن، صوليبوتي عاليه لانه ما تعبني، مشي لع قلبي، اقل كميه ممكنه ذاب بيها. بينما بالمي لا، شوي يحتاج الى طاقه اكبر، تعبنا شويه، خلينا 18 ملي يلا ذاب. زين، خاف يقول لك البورك اسيد يذوب بالماي لو لا، اقول له اي يذوب. زين، اكو اذا ما اذا شفتوا هذا التبليغ الوزاري او لا، انه ممكن يجيبوا لكم اختار بيست اوف 5. شنو يعني بيست اوف 5؟ يجيبوا لك سؤال وبي خمس اختيارات، ممكن هاي الخمس اختيارات هن خمسه صحيحه، او مثلا يجيبوا لك اربع اختيارات والاختيار الخامس all of the above، كل ما سبق. هاي الاربع اختيارات تشوفها هي كلها صحيحه، فانت شو تسوي؟ راح تروح على all of the above. بينما هو لا، اللعبة شنو؟ اللعبة انه واحد من هاي الاربعة اكو اختيار هو الاكثر دقة من بيناتهن، هيج الاكثر صحوحية، الاكثر دقة، احسن واحد مضبوط. فانت هنا لازم تركز. فمثلا اذا جابوا لك انه البوريك اسيد يابا يذوب بالمواد الاتية، 1 2 3 4، واللي جابوا خلوا لك all of the above. من ضمن الاختيارات حطوا لك جليسرين ووتر، مثلا جليسرين اختيار فرع اي، جليسرين اختيار فرع بي ووتر، اختيار فرع سي مثلا فرضا قالوا لك بنزين، واختيار فرع دي فرضا مش حطوا لك مثلا فرضا حطوا لك الكحول، واختيار فرع اي قالوا لك all of above. انت شو تسوي؟ ها، او مثلا بالفرع دي قالوا لك لا والله اي اند بي، فانت شو تسوي؟ ايابا البوريك اسيد يذوب بالمي ويذوب بالجليسرين، هو راح تطفر راح تقول له ايابا هنا هذا الجواب الصحيح. لا، فانت شو تسوي؟ تختار المور، مرات يعني يقول لك هو اختار المور اكيوريت انسر. فيا ماده من هذه المواد البوريك اسيد ذوبانيته احسن من البقيه، احسن من البقيه اللي هو الجليسرين. تمام؟ زين، هنا التصنيف الثالث هو هم حسب اليو اس بي، هم حسب اليونايتد ستيت فارماكوبيا، بس هنا سووا لك قالوا لك احنا اعتمدنا على جنرال ديسكريبشن، وصف عام المن للسبستانس ريبوتي وهي كالاتي. يعني سووا جو سووا اشياء عامه، او خلوا لك في درينجات، اذا يذوب من كذا الى كذا ذوبانيه راح نسميها هيج، من فلان شيء الى فلان شيء راح نسمي الذوبانيه هيج. فخلنا نجي نشوف هنا، انا حاطي لك البارتس اوف سولفنت ريكوايرد فور، اللي نحتاجها على مود شنو؟ فور 1 بارت اوف سوليوت ريكوايرد فور، اللي نحتاجها حتى شو نسوي؟ حتى نذوب 1 بارت من السوليوت، مثلا 1 غرام من البوريك اسيد. زين، هنا أنا اذا الماده احتاجينا اقل من 1 مل حتى نذوبها، هاي الماده راح نسميها very soluble، ذائبة جدا، very soluble. زين، إذا المادة احتاجت من 1 إلى 10 مل فرضا حتى أذوب 1 غرام من الصولوت، شو نسميها؟ نسميها freely soluble. إذا المادة احتاجت من 10 إلى 30 مل حتى أذوب 1 غرام من الصولوت، نسميها soluble. يعني very soluble، ذائب للتالي، هي شي بس شي مريحة الصولفنت، ها هي، انطروحة وذاب تماما. الفريلي soluble لا، ذوبانيته راح تكون أقل من عذوبتها، راح تكون اقل من الفاري سوليوبل. الدرجه الثالثه اللي هي سوليوبل، لا هذا ذايب بس يعني اوكي، ها مو ذيك الذوبانيه البيرفكت اللي نتمناها، بس هو اوكي ذايب. الدرجه الاقل من عنده من 30، يحتاج من 30 الى 100 مل حتى يذوب 1 غرام من السوليوت. هاي الحاله شو نسميها؟ نسميها سبيرنجلي سوليوبل، بالقوه ديذوب، بالكاد ديذوب، يا دوب يعني يذوب بي. زين، ف من 30 الى 100 هو سبيرنجلي سوليوبل. طبعا هاي ارقام للحفظ، لانه في بعض الجامعات بالفاينل هاي الارقام جابوا لهم اياها، يعني قالوا لهم يابا من 100 إلى 1000 هاي ماده شو نسميها سوليوبلتي مالتها، فقالوا نسميها سلايتلي سوليوبل. ماشي، وهكذا الى ان نوصل الى يحتاج الى اكثر من 10000 مل حتى يذوب 1 غرام من السوليوت. يعني هو والماكو سوى 10000 مل، يعني كانما انا محتاجه 10 لترات حتى اذوب بس 1 غرام، فيعني هاي الماده انسوليبل، غير ذائبه. ماشي، فهنا السوليبلتي مالته هنا راح تكون
أعلى صلبوتي، وهنا راح تكون أقل صلبوتي. نشوف أنه كل ما كانت الصلبوتي أعلى، كل ما عدد الجزء عدد جزيئات السولفنت اللي يحتاجها كان أقل، فهنا كان أقل من واحد، أقل من واحد. هنا شنو صار؟ أكثر من ألف، العفو من 10,000، أكثر من 10,000. فكل ما كان الرقم أعلى كل ما كانت الذوبانية أقل. زين، عندنا solute solvent interactions. زين هسه هاي المادة لما تجي تذوب بالسولفنت مالتها، أو شلون تذوب يعني؟ هي شي قبل جتي حطت روحها وذابت؟ لا، لما نجي ناخذ يعني نظرة زوم أكثر على عملية الإذابة، عملية الذوبان، نشوف إنه الصولوت والسولفنت يصير بيناتهم interaction forces. بالكورس الأول أخذنا أنواع الـ interaction forces، أخذنا الـ dipole-dipole، أخذنا الـ dipole-induced، أخذنا الـ induced-induced، أخذنا الـ ion-ion، أخذنا ion-dipole، هواية أنواع من الـ interactions. ماشي، هاي انواع الانتراكشنز همنا راح نجي نستخدمها، او همنا راح نشوفها موجوده في حاله السوليد سولفنت انتراكشن. بحاله السوليد سولفنت هم اخذنا همنا انواع من الانتراكشنز، اكو نوع كوهيسيف واكو نوع ادهيسيف. قلنا الكوهيسيف هو القوى الانتراكشن فورسز اللي تجي تربط ما بين مواد متشابهه. عفوا، مثلا تجي تربط ما بين جزيئة H2O ويا جزيئة H2O، هاي القوة شو نسميها؟ كوهيسيف، لأن تجي تربط like molecule، يعني جزيئات متشابهة. لما أقول لك like molecule مو لا like يعني يحب يعني لو أوكي، لا، like molecules جزيئات متشابهة. مثل منو؟ مثل جزيئة H2O ويا جزيئة H2O، أو جزيئة NaCl مع جزيئة NaCl. هاي شنو هي بيناتها؟ cohesive force. هاي cohesive force must be broken. هاي cohesive أول شيء لازم أكسرها حتى تصير عملية dissolution. عملية dissolution اللي هي عملية التفكك أو التكسر أو الانحلال، يعني المادة تجي تتجزأ من جزء كبير، تجي تتجزأ إلى أجزاء أصغر 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 إلى أن تذوب بالمادة وتكون على شكل ذرات. النوع الآخر من القوى اللي هو الأدهيسيف. الأدهيسيف هو قوة رابطة ما بين جزيئات مختلفة، راح يكون رابط ما بين جزيئة الصوليوت وجزيئة السولفنت. فهاي الأدهيسيف فورسز لازم تتكون. يعني شنو؟ أنا هنا عندي، شوفوا هذا الرسم الأول، هذا أنا عندي هنا جزيئات مي H2O مرتبطة ويا H2O، ماشي، أكو بيناتها شنو؟ أكو بيناتها كوهيسيف فورس. ال NaCl هم نفس الحالة، اكو بيناته cohesive force. هاي cohesive force لازم تنكسر، لازم اجي اكسر هاي cohesive force على مود شنو؟ على مود الجزيئة كل واحدة تصير بوحدها. لما انكسرت الجزيئات كل واحدة بوحدها، راح تجي جزيئات الصولوت تقعد بين جزيئات السولفنت، راح تكون interaction forces جديدة ما بين جزيئة NaCl وما بين جزيئة H2O حتى تصير عملية الذوبانية. فبالتالي ال adhesive force راح تتكون من تكونت جزيئة H2O، جيت ربطتها ويا جزيئة NaCl، فهاي ايش صارت؟ تكونت adhesive force، بينما الكوهيسيف فورس انكسرت وتكونت الادهيسيف اللي هي بين الاشياء المختلفه. زين، لما تكونت الادهيسيف فورس هنا صارت عمليه الاذابه. شلون؟ لانه انا كسرت المتشابهات وجيت ربطت المختلفات سويه، فصارت عمليه الديسولوشن. زين، the solubility of a drug in a given solvent is largely a function of the polarity of the solvent. الذوبانية مال دواء معين تتعلق بشكل كبير أو تتأثر بشكل كبير بالpolarity مالت السولفنت، تتعلق بالقطبية مالته، لأنه إحنا قلنا بالكورس الأول أنه المادة القطبية تذوب المادة القطبية، المادة الغير قطبية تذوب المادة الغير قطبية، كل واحد يذوب عشيرته. زين، هاي polarity شنو معناها؟ إيش معنى لازم بولر؟ شنو يعني بولر أصلاً؟ المادة البولر يعني هي مادة من اسمها بولر، قطبية. قطبية يعني أكو أقطاب، قطب موجب قطب سالب، يعني شنو؟ أكو إشارة موجب وإشارة سالبة. زين، الموجب والسالب هاي وين ماخذيها هالسوالف؟ بالبطارية. البطارية كهرباء، أكو فتشي اللي كترك. زين، بقى هيك رب تسلسل مالت الأفكار. فالبولاريتي اكو فد ميزة او فد شي بيها يسموه داي الكتريك كونستانت اللي هو الاوميجا. داي الكتريك كونستانت
شنو هذا الداي الكتريك كونستانت؟ من اسمه الكتريك، كهربائي. هذا الثابت داي الكتريك كونستانت لكمباوند معين is an index، هو عبارة عن مقياس أو مؤشر المن of its polarity، هو عبارة عن مقياس أو مؤشر البولاريتي، مقياس أو مؤشر المن إلى قطبية المحلول، which indicate اللي يشير إلى أو يبين لنا the ability of solvent to separate two oppositely charged ions، حتى يفصل أيونات مختلفة الشحنة عن بعضها. يعني شون two oppositely charged ions؟ مثلا عندنا جزيئة NaCl، NaCl هي شنية؟ عبارة عن أيون Na موجب جاي لاطش ويا ايون Cl سالب، صح لو لا؟ زين البولاريتي مات السولفنت، تعال شوفني قدرتك وقابليتك وعضلاتك شلون راح تجي تفصل ال Na عن Cl وتجي تذوب هاي المادة، فهنا راح يكون البقاء والفوز الاقوى. يا هو اللي عنده اعلى داي الكتريك كونستانت راح تكون البولاريتي مالته اعلى، بالتالي راح يقدر يذوب او يفصل two oppositely charged ion، بالتالي ذوب للمادة البولر. هسه هو الملح على هذا الأساس، ال NaCl هو عبارة عن مادة بولر، المي همينة مادة بولر، أعلى solvent بولر بالموجودات هو الواتر، فالمي ليش يذوب الملح؟ لأنه عنده هاي داي إلكتريك كونستانت، يعني البولاريتي مالته عالية، يعني قدر يفصل ال two oppositely charged ion وذوب لنا المادة. A series of solvent of increasing polarity will show a similar increase in the electric constant. يعني هذا بده يقول لك انه كل ما داي الكتريك كونستانت عالي كل ما البولاريتي عالية، يعني شنو علاقة طردية بيناتهن؟ اكو علاقة طردية. زين هذا الجدول يوضح لنا الداي الكتريك كونستانت لكل مادة وشنو علاقتها بالبولاريتي، او البولاريتي وداي الكتريك كونستانت لكل مادة. أول مادة وأعلى مادة اللي هي الووتر، الدايلكتريك كونستانت مالتها 80. هاي الأرقام يفضل إن تحفظوها، يفضل لأنه دقات الوزاري ما تنحزر. أهم شيء حفظوا مادة المي اللي هي الدايلكتريك كونستانت مالتها 80. هذا المي عنده دايلكتريك كونستانت عالية، تشوفون إن 80 مالتها أعلى من الأرقام مالت المواد البقية. البولاريتي مالته راح تكون اعلى بولاريتي موجوده من ضمن اللسته هاي. هنا ده يقول لك decreasing polarity، معناها البولاريتي ده تقل كل ما قل وياها الداي الكتريك كونستانت، فالديكريسينج بولاريتي وحاط لك سهم اللي جوه معناها انه هاي البولاريتي ده تقل كل ما نزلنا الى الاسفل. من اللي جوا ورا الووتر؟ اللي جوا ورا جلايكولز. الجلايكولز الداي الكتريك كونستانت مالتها 50، اقل من 80، شوفوا اقل من 80، فبالتالي البولاريتي مالته قلت عن البولاريتي مالت المي. فهسه هنا بالبولاريتي الووتر هو النمبر 1، وهكذا الى ان نوصل الى اخر شيء شنو هو المينرال اويل اند فيكست فيجيتابل اويل، اللي هي شنو فيجيتابل اويل؟ زيوت النباتيه، زيت عباد الشمس هذا اللي نقلب به، والزيوت المعدنيه. هذا هو شبي الاقل داي الكتريك كونستانت، وهو همينه الاقل بولاريتي، هو همينه الاقل بولاريتي، يعني البولاريتي مالت المينرال اويل شبه معدومه. ليش؟ لانه داي الكتريك كونستانت مالته صفر، فبالتالي ما إلى أي بولاريتي. من هو اللي شوية ها أهون منه؟ هيكسان، بنزين، كربون، تتراكلورايد، أثيل إيثر، بتروليوم إيثر. هذا يهمينا البولاريتي ماتهن جدا 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 قليلة، لأنه داي الكتريك كونستانت ماتهن يا دوب 5. زين اللي أحسن منهن شوية من هو ألديهايد، كيتون، كحول، إيثرات، إسترات، أوكسايدز، هاي شوية نص نص ها، بس تعتبر من ضمن جماعة النون بولر. اما جماعة البولر من هو الووتر والجلايكول المثل اند اثل الكحولز، هاي لحد هنا هن الموس بولر 80 و50 و30 بولاريتي مالتهن اعلى والبقية اقل منه. فحفظوا الووتر 80، الجلايكول 50، المثل اند اثل الكحول 30، يعني دربني نقلل شوية شوية، وحفظوا المينرال اويل فيجيتابل اويل هن صفر، والاوميجا مالتهن راح تكون اقل شيء. زين هنا هاي الكلمة يحبوها هواية بالأسئلة، كلمة depends on، ها كلمة depends on هواية يحبوها. Solubility depends on
ثلاث شغلات. هاي الديبند شنو تعتمد على ثلاث كلكلات. كل 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 شنو هاي الكل كل كل؟ أول شيء كيميكال إلكتريكال ستركتشرال إفكت ذات lead to interactions between the solute and the solvent. إذا ذوبانية أي مادة تعتمد على تأثيراتها الفيزيائية والعفو الكيميائية والكهربائية والتركيبية حتى تسوي interaction ما بين هاي المادة والمادة الأخرى. The selection of the most suitable solvent is based on the principle of like dissolve like. على شنو تعتمد هاي القاعدة؟ على أو شلون نختار السولفنت المناسب؟ يعني هسه أنت عندك ملح، يا بختار السولفنت المناسب، شلون نعتمد على قاعدة لايك ديسولف لايك أو المذيب يذيب شبيهه؟ يعني البولر يذوب البولر والنون بولر يذوب النون بولر، كل واحد يذوب نفس عشيرته، البولر ياخذ بولر، النون بولر ياخذ نون بولر. هاي منو عندنا مثال على polar solvent solute؟ مثلا عندنا salts والsugar dissolve in water. يعني salts بالاس املاح، ليش؟ انه جميع الاملاح على الاطلاق تذوب بالماء، جميع الاملاح على الاطلاق تذوب بالماء، هاي املاح. بالكورس الاول اخذنا ادوية احتاجين انه نعطيها اي في، احتاجين انه نعطيها بالوريد، فانا حتى اعطيها بالوريد شو اسوي؟ لازم احولها الى املاح. ليش؟ لانه البلود البيس مالته يتكون من اغلب مكونات البلود هي ووتر، الووتر شنو اللي يذوب بي؟ سولتس املاح، فاي دواء اريد اذوبه بالبلود لازم احوله الى الملح مالته. في الملح والسكر هذني بولر كومباوندز يذوب البولر سولفنت مثل المي. اما المثال على النون بولر سوليوتس او نون بولر سوليوت مثل النفثالين، النفثالين وين يذوب؟ يذوب بالبنزين، ليش؟ لانه النفثالين نون بولر والبنزين همينه مذيب نون بولر، فالمذيب يذيب شبيهه، تمام؟ فهسه هنا عندنا الصيوبوتي على شنو تعتمد؟ depend on ثلاث كلكلات، ثلاث كلكلات شنية؟ chemical electrical structural effect للانتراكشن بين الصوليوت والسولفنت. على شنو نختار السولفنت المناسب؟ suitable solvent على قاعدة like dissolve like، يعني قطبي يذوب القطبي ولا قطبي يذوب اللا قطبي، ماشي؟ ان شاء الله كانت المحاضرة سهلة وبسيطة عليكم. انا بنهاية كل محاضرة اخلي لكم كويز ابو خمس نقاط على قد المحاضرة. كملوا المحاضرة، قرأتوا الفيديو، سمعتوا، افتهمتوا تماما، تجون ورقة وقلم تكتبون ويا نفسكم، تعالوا نحفظ، حفظوا أرقام، حفظوا تعريف، حفظوا الرينجات مالت الصوليبولتي، حفظوا الديبيند أون، حفظوا الفاكتورز، حفظوا التراكيز إلى آخره، اقعد احفظ. حفظت، كملت، ضبطت المادة، هسا شو تسوي؟ تخلي لك بالتليفون مؤقت أبو خمس دقائق. ليش؟ لأنه أنا مخليت لكم تقريباً بكل منزمة نهايتها خمس نقاط خمس MCQات، فتلزمون المنبه تخلون خمس دقائق بس، خمس دقائق عدل، يلا ادخل في سباق مع الزمن، حلوية نفسك. هل راح تقدر تكمل هاي الخمس نقاط بهاي الخمس دقائق؟ إذا كملتها خير على خير، ما كملتها شوف نفسك ليش تأخرت، تقرأ بطيء، توترت من الوقت، المادة ما ضابطها وصفنت بالسؤال، الحل بطيء، شوف انت وين المشكلة، صلحوها. إذا تشوفون نفسكم مضاغطين المادة رجعوا حفظوا مرة ثانية، اقروا ورقة وقلم، زين؟ شفتوا نفسكم متوترين ما له داعي، انتوا هو كل سؤال إلى دقيقة كاملة، حلوا على كيفكم، اللي ضابط المادة يجاوب على السريع، زين؟ التوتر ما له داعي، انت ما دام قاري المادة ومسيطر ومضبطها، وإن شاء الله ويانا انتوا كل اللي تنضبطي وما عندكم أي شيء صعب. نتابعكم بالجروب، اي سؤال او استفسار اسألونا، احنا موجودين هنا نساعدكم. ضبطوا المادة زين، تجاوبون سريع، جاوبتوا باقل من خمس دقائق كفوا ابطال، اكثر من خمس دقائق شوفوا يعني مثلا اخذتوا سبع دقائق عشرة شوفوا المشكلة وين، شنو الخطأ اللي عندكم، وان شاء الله يا ربي كل التوفيق. بس اتمنى منكم تحلون الاسئلة، واذا عندكم اي سؤال او استفسار ما فهمتوه انا ان شاء الله موجودة بالجروب.